في الفصل الأخير من فضيحة لحوم الخيول في أوروبا التي حدثت في العاشر من نيسان أبريل، السلطات الهولندية هي التي دقت ناقوس الخطر. عشرات آلاف الأطنان من لحم البقر كان يتم بيعها في جميع أنحاء أوروبا من قبل الشركة الهولندية سيلتن بعد أن تم خلطها بلحوم الخيول. أكثر من 380 مشتر وقعوا عقوداً للبيع في عدد من الدول الأوروبية من بينها ألمانيا وفرنسا وأسبانيا، كما تم اتهام نفس الشركة بخلط جثث الخيول الهولندية والإيرلندية مع قطع من لحم البقر كان يتم بيعها على أنها لحم بقر صاف. في شباط فبراير الشركة الفرنسية سبانجيرو وجدت نفسها في قلب فضيحة على المستوى الأوروبي، اشتبه بأنها تبيع لحوم بقر تحوي أجزاء من لحم الخيول في وجباتها الغذائية المجلدة. الشركة الفرنسية اتهمت بشكل غير مباشر من زودها باللحوم، وهي شركة في رومانيا في قرية تدعى روما. هنا أكثر من 300 موظف في شركة دوليكوم يصدرون إلى 12 بلداً أوروبياً حوالي 80 طناً من لحم الخيول كل سنة. المدير التنفيذي للمؤسسة ينفي تهمة تغييرات ملصق المحتويات. لابد أن ملصق المحتويات قد تم تغييره في مكان ما، ربما في فرنسا، ولكن بالتأكيد ليس في رومانيا. فكل شاحنة من شاحناتنا مراقبة بأجهزة تعقب لكل تحركات الشاحنة من سرعة ومحطات ودرجات حرارة الثلاجة، يتم رصد كل شيء. منذ عام 93 يتم تطبيق إجراء إلزامي في أوروبا يقضي بمتابعة توزيع الأغذية بأجهزة التعقب، حيث يتم سحبها من السوق في حال حصول مشكلة، وهذا ما حدث في حالة لحوم البقر المغشوشة. غش عابر للحدود وصل حتى إلى تشيكيا وفي الوجبات الغذائية لمحلات إيكيا. وفقا لمعلومات لدينا، لحم الأحصنة دخل السوق بطريقة قانونية لأنها لحوم آمنة للاستهلاك البشري، لكن أثناء التوزيع تمت إعادة تغليفها على أنها لحوم بقر. الأزمة تبقى بعيدة عن أزمة جنون البقر التي دفشت عام 96، أو على الأقل هذا ما أظهرته التقارير، بأن القضية تتعلق فقط بالمصداقية لا بالأمن الغذائي.